رواية العلاقات السعودية الكويتية رواية كتاب مشهد فصل حياة بدأت من عهد مبارك الصباح يمكن 1892 وصار ثنائية بين مبارك الصباح وذاك الوقت أمير نجد الملك اللي صار فيما بعد الملك عبد العزيز بن سعود. وصار الحقيقة مبارك الصباح والملك عبد العزيز وبريطانيا ثلاثي، كان هذا الثلاثي كل همه وقف التمدد العثماني لهذه المنطقة على الجزيرة العربية.